مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وهذا الخبر الذي نورده لكم على قناه شوف تيفي، حيث حلت فرقه الشرطه القضائيه بالمفوضيه الجهويه للامن بمدينه تيكوين على النيابه العامه المختصه نهايه الاسبوع المنصرم من شهر شتنبر الجاري شخصا يبلغ من العمر 21 سنه، وذلك للاشتباه في تورط في قضيه تتعلق بعدم الامتثال وتسجيل ونشر مقطع فيديو تضمن قذفا في حق هيئة منظمة، فضلا عن حيازات وترويج مواد طبية بدون رخصة والسياقة بدون تأمين. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرتين مع مقطع فيديو نشره المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه تعمده الفرار من إحدى نقاط المراقبة التابعة للأمن الوطني، وموجها عبارة السب والشتم لموظفي الشرطة، حيث تم على الفور تشخيص هويته وتوقيفه متلبسا بحيازات ضارة جنارية لا تتوفر على لوحة ترقيم ووثائق الملكية، فضلا عن تورطه في حيازات وترويج مواد صيدلانية ومهيجات جنسية مهربة من شأنها المساس بصحة المواطنين. وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمجتبى به تحت تدابير الحراس النظري من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له، وأيضا من أجل استكمال باقي التحقيقات التي بشرتها فرقة الشرطة القضائية المختصة قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة. فهذه العملية تأتي في إطار التفاعل المستمر لمصالح الأمن مع كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وأيضا صور من شأنها المساس يعني بالأمن العام والنظام العام بطبيعة الحال، حيث أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية المذكورة على النيابة العامة شخص ظهر في شريط فيديو بطبيعة الحال يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه به في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال وتسجيل مقطع فيديو تضمن قذفا ومسا بمنظمة وهيئة ينظمها القانون، فضلا عن حيازات وترويج مواد طبية والصيدلاني بدون رخصة والسياقة بدون تأمين. هكذا إذن إخواني الكرام كان هذا الخبر لهذا اليوم، على أمل لقيكم في بث مباشر آخر وإلى الملتقى.